احلى تيشيرت المنتخب مصر كان في 98 لما رحنا عملناه في احدى المصانع المحليه. قعدنا نخبط مشوار كل 15 يوم نشوف الديزاين ونختاره باللون عشان نعمله. الاحمر طبعا التيشيرت اللي انا بحب التيشيرتات بالياقه، ما بحبش التيشيرتات اللي ايه السبعه وبتاع الحاجات دي كده كتير. هو كان في وقته هو بتاع كاس العالم، لان انت كنت اول مره تلبس ماركه عالميه. ما كناش كنا محرومين من الكابتن جوه، ما رضاش يخلينا عشان ما نتغرش. 2010 كان تيشيرت حلو، اتعمل بشكل ديزاين حلو، وكان في الحاجات اللي هي رموز اللي تخصنا احنا او الحضاره بتاعتنا، ابو الهول والاهرامات وكده، فكان ده من افضل التيشيرتات اللي اتعملت كديزاين. كان منتخب مصر خد بيها كاس الامم الافريقيه 3 مرات، 2006 و8 و10، ده بتفضل عندك في الذاكره بشكل كويس جدا. احلى تيشيرت بعتقد انه تيشيرت 2006 و2008 و2010 الحقبه بتاعه الكابتن حسن شحاته، ده كان احلى ديزاين سواء في الاحمر او في الابيض. يعني احلى تيشيرت كان في 2004، كان اصفر كده، كان كنت بحب قوي الطقم ده، كان شكله شيك. احلى تيشيرت جالنا مايكل سميث، كانت عقد مع شركه، ما اعرفش بنقول اسامي الشركات ولا لا، بس شركه امبرو كانت عامله لنا طقم حلو قوي، والشورت كان فيه شعار لمنتخب مصر، والتيشيرت كانت حلوه، كانت شيك وماسكه كده. بعد كده لبسنا تيشيرتات واسعه وكلها حاجات موديلات غريبه، لكن للاسف منتخب مصر على مدار تاريخه ما عملناش التيشيرت اللي نتمناها كلاعبين.